عاملة زي ما احنا قلنا عملة الفاو اللي هي بتاع 1979، الفاو جمهورية مصر العربية 5 قروش، 1399 هجرية. هجرية العملة دي، دي طبعا التغذية والصحة، دي بتاع التغذية والصحة يا جماعة، التغذية والصحة 5 قروش، تمام. حتى الفراعنة القاعدين واللي الطفل معاه، فايه ديت بمناسبة حتى كلها علامات اللي هي فرعونية، يعني عملة قديمة ومطلوبة وكويسة. فالعملة ديت يعني ممكن نقول هي من النحاس والنيكل زي ما احنا قلنا، بالوزن بتاعها 4.5 جرام، 4.5 جرام، القطر بتاعها 25 ملي، السمك بتاعها 1.2 ملي. اتصك من العملة ديت بالظبط حوالي 1,000,000 قطعة، فعدد قليل جدا على الموجودين، يعني يكاد يكون نادر، مش موجود منها كتير. فمهما انت تعرض سعر برضو الهاوي هو عايزها ياخد. العملة دي بتبدأ زي ما قلنا من 30 جنيه، 40 جنيه، توصل 60 جنيه، وممكن توصل اكتر من كده ل 80 و100 جنيه واكتر من كده لو هي بحالة الانص. اعرض العملات بتاعتك على بعض المواقع زي اوليكس، زي امازون، زي السوق المفتوح، في مواقع كتير. اعرض على جروبات، زي جروبات زي جروب فيكتوريا، في جروبات كتير محترمة، في جروبات وحش. بلاش تروح يا سيدي للناس اللي بتتريق على العملات والكلام من ده، لان الناس ديت مش معاها عملات، فلازم تقول كده. انت لو مكانهم هتعمل كده؟ روح له في جروبات محترمة وناس بتقيم العملة وناس بتقيم مزادات عليها، وممكن حد هاوي ياخدها. متقولش اي اسعار زي ما قلت لك. العملة دي زي ما قلت يتراوح سعرها من 30 جنيه توصل ل 40 جنيه، 50 جنيه، وممكن توصل ل 60، 70 جنيه واكتر من كده لو هي بحالة الانصة. فحافظ على العملات التذكارية بالذات القديمة المعدنية، لانها بتتآكل وبتصدي وبتبوظ بسرعة، فلذلك ما بتجيبش سعر معاك، وانت بتقعد تقول انضفها بايه مهما